تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم الأسبوع. إن شاء الله كان أمس الأحد بداية أسبوع جميلة وإيجابية، وإن شاء الله هالأسبوع يكون، أتوقع الأسبوع بيكون أسبوع جدا جميل. في هذا الأسبوع تنتهي السنة وتبتدي سنة جديدة، نبغى الجميع يستغل هذا الأسبوع أنه يعيد تخطيط لحياته الصحية، سواء كانت نفسية أو عضوية، لندخل 2020 وإحنا بنفس القرارات اللي عطتنا صحة أقل من اللي إحنا نطمح لها، سعادة نفسية وراحة نفسية أقل من اللي إحنا نطمح لها. خلنا ندخل 2020 برئنا اليمين وبهمة عالية وبقرارات، مهم أن يكون هذا القرار اللي بناخذه سهل التطبيق. خلال الحلقة إن شاء الله بقول لكم أنا كيف يكون سهل التحقيق، وكيف ببساطة ممكن أخذ قرار صحي يخلي حياتنا في 2020 أفضل، ولكن من غير ما نصاب بالإحباط. فنرحب فيكم من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. معاي اليوم في الإخراج نمر، ومعاي اليوم في التنسيق ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله نكون معاكم على مدى ساعة على الهواء، ناخذ ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم. ورد أكد وأشدد على موضوع الاقتراحات، لأن الاقتراحات جدا مفيدة وجدا تساعد في تحسين الخدمات الصحية، لأن الاقتراح يكون عبارة عن وجهة نظركم أنتو. دائما أي خدمة تقدم هي عبارة عن وجهين لعملة واحدة، كل واحد يشوفها من جهة مختلفة، لكن في النهاية الغرض واحد، وهو تقديم أفضل خدمة صحية. في بداية البرنامج دائما تعودنا يكون معانا أسماء الجناحي، تقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم الله بالنور سرور دكتورة، عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك، خبرينا ما هو الجديد في السوشيال ميديا. الجديد دكتورة، نحن نحب أيضا نذكر ونأكد على مبادرة طبيب لكل مواطن، ونطلب من الجميع في حال بغوا يقول أي استشارة صحية يتواصلون معنا على 8342. غالبا الخدمة مخصصة للاستشارات الطبية. بعد في حال إذا كان حابين يأخذون المواعيد يحجزونها، ممكن أيضا يقومون بهذا عن طريق تطبيق dubaihealthbooking.com أو من خلال الموقع، وما يحتاجون يحطون يعني رقم الهيئة أو يعني يوزر نيم وباسورد مال نفس التطبيق اللي في الهيئة. يبدون يأخذون مواعيد سرعة الصحية، يأجلون، يغيرون، يكنسلون، كله ما يحتاجوا حتى إنه يتصلون، أو ممكن يتصلون على 8342. فنحن هاي من الخدمات الجديدة اللي نحب دائما نذكر فيها الجميع. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء أن نحن حملة تطعيم الإنفلونزا مستمرة، أيضا في بعض الزيارات الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، اللي يطلبون مثلا يبون يسوون مثلا الخدمة في أماكن عمل الموظفين، أيضا هاي الأشياء تقوم بها هيئة الصحة بدبي. وأمس كنا موجودين في الإمارات اليوم، وتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية. ونقول للجميع اللي بيسافر، ووايد ناس ناويين يسافرون، تعالوا عيادة المسافرين أو خذوا تطعيم الإنفلونزا قبل ما يسيرون. وعيادة المسافرين راح تساعدهم في حال حسب الدولة اللي هم بيروحونها، شو التطعيمات اللي يحتاجونها، شو الأشياء الوقائية اللي يحتاجون يسوونها، خصوصا أنهم أغلب اللي بيسافرون بيسيرون دول باردة. ممتاز. هاي من النصائح الحياتية. قلنا غيرنا اليوم بنطلع إن شاء الله في نقل مباشر، نتكلم عن طريقة تحديد الأهداف، في الأشياء المهمة اللي يكون موجود في خطة أي إنسان للعام القادم. فنتمنى يتابعونا على إنستغرام لايف لهيئة الصحة وبرق الإمارات وبرق الصحة، راح نتكلم عن هذا الموضوع اليوم مع أطباء ومختصين في هذا المجال. يا سلام، وانا بديت الحلقه وقلت بعد ما اتكلم عن الموضوع، ما شاء الله الثيم كله ماشي الحين، تحديد الاهداف بمناسبه العام الجديد.
واحد يبدأ السنة مع خطة واضحة يعرف صح. وين بيوصل. لكن دكتورة دائما في خطأ يسوونه وايد من الأشخاص، إنه يحط له هدف. يعني أوكي حلو الواحد يكون عنده رؤية وهدف كبير، لكن أنت مو بس قاعد تشتغل وقدامك هاي الرؤية، لا، الرؤية والهدف الكبير قسمها لمثل يسمونهم سب جولز، أو يعني الأهداف القصيرة مثلا. صحيح. هالشهر بخلص هذا هدفي، لكن الأهداف الصغيرة هاي راح توصلك لهدف الكبير. بحط الهدف الكبير وقسمه على مدار السنة، سنتين، ثلاث، شو الأشياء اللي بتسويها، شو الأشياء اللي بتخلصها هالسنة، شو الأشياء اللي بتخلصها السنة الجاية عشان توصل هدفك. لكن إذا أنت بتحط بس أبا أوصل بدون خطة واضحة، يعني إن شاء الله توصل. صحيح صحيح صحيح. شكرا لك يا أسماء الجناحي، هذه المداخلة اليوم وجديد السوشيال ميديا. شكرا لك حبيبتي، يعطيك العافية. من أسماء الجناحي راح ننتقل إلى أخصائية التغذية، راح تقولنا اليوم عن فاكهة. صراحة أنا ما كنت أعرف، إنه ما كنت رابطة الاسم بالفاكهة، يعني فاكهة الكاكا وفوائدها. بطلت جوجل دورت، قلت منو أي وحدة فيهم هالفاكهة، على بالي وحدة هلا تشبه الكيوي لونها بني شي، ما عبعد شو يسمونها، نفس الطماط، نفس شبه الطماط. يقولوني كل في الاستوديو يعرفونه غيري أنا. بتخلي أخصائية التغذية عارين الزور بتقولنا فاكهة الكاكا فوائدها، لأن أحس أن كثير من الناس وأنا واحدة منهم ما جربها من قبل. صباحك ورد أستاذ عارين. صباح النور للجميع ويعطيكم ألف عافية. هي فعلا فاكهة الكاكا مش معترف فيها كثير، ولا الناس كثير بتعرفها، بس الكاكا هي من ضمن الفواكه اللي بتنمو في حوض البحر المتوسط وفي المناطق ذات درجات الحرارة المعتدلة، يعني زي هالأيام هاي، يعني هي تعتبر شتوية شوي زي ببلاد الشام وتركيا وبعض المناطق في شرق آسيا. طبعا هاي الفاكهة لها أهميات كبيرة كتير زيها زي أي فواكه تانية، بس لها أشياء بتخص لإلها، يعني هي بس لإلها. طبعا تحتوي فاكهة الكاكا طبعا على العديد من العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين ألف والفيتامين سي والفيتامين إي وأيضا الفيتامين بي 6، وأيضا تحتوي على المعادن مثل المغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور. وتعتبر هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وطبعا إحنا بنعرف مضادات الأكسدة هي تساعد الجسم على محاربة الشوارد الحرة بشكل أكثر فعالية وحماية الجسم عموما من العديد من الأمراض. وأيضا تعزز من صحة جهاز المناعة بشكل طبيعي، وذلك يعود ليش لمحتواها العالي من فيتامين سي. وإذ أن حبة من الواحدة من الكاكا تحتوي على 80% من حاجتك اليومية من فيتامين سي، يعني إذا بتاخذي حبة واحدة تكوني أخذتي تقريبا 80% من حاجتك. هذا عين موسمة مع الإنفلونزا، ودائما نقول خذوا فيتامين سي. صحيح، عشان هيك وسبحان الله هي بتنمو بهالفترة هاي، يعني بفترة الشتاء، فسبحان الله يعني إلها علاقة في هذا الموضوع. تعتبر أيضا الكاكا مصدر ممتاز للألياف الغذائية، إذ تحتوي حبة الكاكا الواحد على ما يقارب 20% من حاجة الجسم اليومية من الألياف. وطبعا إحنا بنعرف الألياف بتساعد في تسهيل حركة الأمعاء وعملية التصريف وإخراج الفضلات، مما يساعد على طبعا التخلص من الإمساك. يعني أي حدا بيعاني من الإمساك، الكاكا من الفواكه اللي غنية جدا بالألياف وممكن تساعده. أيضا تحتوي الكاكا على الفيتامينات البي المعقدة اللي بتساعد، تعتبر من المفيدة جدا لصحة النظر والعينين. فهي كمان شغلة جدا ممتازة للكاكا. وتحتوي الكاكا أيضا على نسبة كبيرة من حمض الفوليك ومادة الثايامين، وهي مواد تعتبر هامة جدا في عملية الأيض المختلفة في الجسم. وبس حابة أزيد شغلة صغيرة، إنه أكدت وزارة الزراعة، ممكن في بعض الناس بدها تعرف إنه حبة الفاكهة شو بتحتوي على إيش بالضبط. طبعا هي أكدت وزارة الزراعة الأمريكية إنه حبة الواحدة من فاكهة الكاكا تحتوي على 118 سعرة حرارية، وأيضا 0.3 جرام من الدهون و 1.7 ميلي جرام من الصوديوم، وأيضا تحتوي إلى 31 جرام من الكربوهيدرات، يعني تعتبر من الفاكهة الغنية جدا بالكربوهيدرات، هي متوسطة الاحتواء. ممتاز. وأيضا 6 جرام من الألياف. وفي شغلة بس بسيطة حابة بس أزيدها على الموضوع، على بالنسبة لفاكهة الكاكا، إنه استخدامها كيف ممكن الناس تعرفها. هلا طبعا هي الفاكهة سهل إنها تخرب، يعني سهل إنها تفسد بسرعة.
وذلك لذلك احنا بنوصي على انها اول ما تشتروها تتناولوها، يعني لا تضلها لفترة طويلة برا لانه ممكن تفسد بسرعة. كمان انه يفضل غسلها جدا طبعا قبل ما يتناولها باستعمال الماء. وايضا المرضى الذين يعانون من مرض السكري يعني تقريبا نتجنب احنا نعطيهم هاي الفاكهة لاحتوائها على معدلات عالية شوي من السكريات، خصوصا سكر اللاكتوز. هي تعتبر عالية بالنسبة لهم لأنه بسرعة ممكن تمتصها الخليات عندهم، فبصير عندها زيادة في السكر، فإحنا ما بنفضل إنهم يأكلوها بكميات كبيرة، يعني بس تجنبها كحبة أو حبتين مثلا في اليوم. وهيك كلمة أخيرة ممكن إني أحكيها، إنه التوازن أهم إشي في الأكل، في الوجبات الأساسية اللي بنتناولها، وخصوصا في الخضروات والفواكه لأنها هي مثلها مثل أي وجبة مهمة جدا، لأنها فيها عناصر معادن وفيتامينات بتساعد جدا على الحفاظ على صحة أفضل وتحمينا من الأمراض وبتزيد من مناعة الجسم. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذ عارين الزوربة، هذه مداخلة اليوم بخصوص فاكهة الكاكاو وفوائدها. شكرا لك، نهارك سعيد. ودمتم ودمتم في صحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة. شكرا. على السرقة ما نطلع الفاصل، يمكن نتكلم في البداية عن أن ندخل 2020 بأهداف، مهم جدا أن يكون الهدف اللي أنا أحطه حق نفسي في السنة الجديدة هدف سهل أن أوصله، هدف معقول. بمعنى خلينا نفترض أن الإنسان أبدا مو صحي، أكل آخر الليل، ما مارس رياضة أبدا، وفجأة أقول من 1/1/2020 بلغي أكل الليل تماما، بإنسان نش من وقت نش الساعة 5 الفجر أسير الجيم، وعقب الجيم بسير الدوام، بسير الجيم 3 مرات في الأسبوع. هذا هدف جميل لكن هدف ضخم. شو اللي يستوي لما إحنا نحط هالأهداف في البداية؟ نكون إحنا وايد متحمسين، لو يكون عندنا الدافع، ممكن يكون الدافع إن أنا بغير نمط حياتي، دافع أنا مثلا يعني مرض معين وبأبى أتحسن وأحسن صحتي. لكن نحط بنا هذا الهدف الضخم، بعد فترة بسيطة لما يكون ندخل في روتين الحياة يستوي أصعب علينا أن ألتزم بهذا الهدف. هني الناس تبدأ تنتكس وتبدأ تزعل وتبدأ تضايج، ويستوي عندنا رد فعل انتكاسي، توقف كل شيء تماما، يعني مو يحافظون على جزء من الروتين، لا يوقفون كل شيء ويردون نمط الحياة القبلي. دائما خلوا تغييرات بسيطة لا عشان تكون ثابتة، عشان تكون تم معاكم طول العمر. يسلمون علي أخوي أبو سيف، شكرا، يعطي صباح الخير. فخلوا الهدف دائما صغير لكن ثابت، كل ما كبر الهدف كل ما حسيت نفسك أنت أصعب تلتزم فيه. طبعا لو أنت إنسان عندك تقدر أن تلتزم في هالشيء، هذا شيء جدا 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 جميل، لكن إحنا نتكلم بالعموم، خلوا الهدف دائما يكون صغير عشان تقدرون تواظبون عليه، فما تحسوا بالانتكاسة ويجيكم هالاكتئاب تقولون أنا حطيت الهدف ومشيت عليه فترة والحين خلاص ما قادر أمشي عليه وأرد نمط حياتي القديم. فهذا بعض الأسرار البسيطة. وأكيد اليوم تابعون إنستغرام هيئة الصحة لايف، بيطلعون وبيتكلمونكم أكثر عن تحديد الأهداف، وبيكون في مختصين يتكلمون عن الموضوع. فأي حد للحين ما خلى له هدف واضح ل2020 هذه فرصتك، فتابع إن شاء الله حسابات هيئة الصحة. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا الحين موسم الإنفلونزا الموسمية، وهي عبارة عن عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وطبعا تنتقل من شخص إلى آخر، ويكثر انتشارها في فصل الشتاء، وقد تكون مخاطرها شديدة على بعض فئات المجتمع دون غيرها. بنتكلم عن هذا الموضوع، يصرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الدكتور مازن الشرايري، أخصائي طب الأسرة بمركز البرشة الصحي. صباحك ورد دكتور مازن. صباح الفل والياسمين دكتور عائشة، يا مرحبا فيك جميع الأحبة مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله، أنا دكتورة ندى اليوم معك. دكتورة ندى حياك الله. أسف الله أسف. أهلا أهلا دكتورة ندى، يا مرحبا فيك. حياك الله دكتور. يا حيا الله يا حيا الله. طبعا دكتور مازن، الإنفلونزا أنا أحس مجال لوايد إشاعات. أبسط شيء، قبل فترة واحدة من صديقاتي قالت لي ندى منتشر إن في إنفلونزا قاتلة،
ما لها علاج، الدكاترة ما لهم يقولها علاج، منو قال هذا الكلام؟ ففي وايد في إشاعات بالإنفلونزا، في إنفلونزا ما لها علاج، في كل إنفلونزا يبان لها مضاد. فأول شيء نتكلم نقول شو هي الإنفلونزا أولا، وشو هي أعراض الإنفلونزا؟ صحيح، الإنفلونزا الموسمية من الأمراض اللي بتسببها فيروسات الإنفلونزا، وهي بتأثر بشكل عام على الجهاز التنفسي خاصة الأنف والبلعوم، وبتتراوح أعراضها بين الخفيفة والشديدة. يعني هي تقريبا تشبه نزلة البرد أو الزكام اللي احنا نحكي عنها ونعرفها، لكن أحيانا يصعب التفريق بينهم، يعني لأنه يعني كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي، لكن تكون أكثر حدة حقيقة في حالات الإنفلونزا. بيكون ارتفاع بالحمى، وفي ألام بالجسم، وفي شعور بالتعب العام، وفي سعال جاف. بينما بنزلة البرد بتكون أخف، معها شوية صداع وسيلان أنفي. حقيقة هي عدوى فيروسية حادة وليست خطيرة، يعني هي من الإنفلونزا الموسمية. بسببها أحد فيروسات الإنفلونزا اللي هي إحنا كمان نعرف دكتور ندى في عنا ثلاث أنماط، الـ A والـ B والـ C. صح. وتتفرع منها من النمط A عند أنماط ثانية اللي هي النمط H1N1 H3N2، وهي عبارة عن إنفلونزا موسمية، يعني مثل أي نوع من أنواع الزكام، ما بتخوف ولا بتسبب لا سمح الله شغلات خطيرة جدا، لكن أحيانا في خطورة فيها. مثل ما بتعرفي دكتورة أنت إنه معظم الناس المصابين بالإنفلونزا بتعافوا خلال بضع أيام، ماكسيموم إلى حد أسبوعين غالبا، لكن قد تتفاقم الحالة مؤدية أحيانا إلى التهاب رئوي حاد، أو إلى التهاب بالأذن أو جيوب الأنفية، أو لا سمح الله قد تتدهور في الحالة الصحية لدى بعض المصابين. منهم المصابين بالأمراض المزمنة، والأطفال الصغار تحت السن الخامسة، وكبار السن، و يعني الحوامل، بعض الحوامل اللي هم بعد الـ الأسبوع 30 من الحمل. إنما بشكل عام هي يعني تشبه نزلة البرد وما بتخوف، لكن صحيح. الناس شوي عندهم تخوف منها، هي ناتج عن نقص التوعية والتفكير الصحيح عن هذا الموضوع. صحيح. دكتور مازن، نتكلم شوي عن كيف انتقال العدوى من شخص إلى آخر، وكيف الواحد ممكن يقلل من خطر انتقال العدوى لا أو من أعراض الإنفلونزا نفسها؟ صحيح. الصحيح بتم الانتقال، يعني هي فيروس تعتبر من الأمراض المؤدية سريعة الانتقال، حيث يصاب الشخص المصاب فيها يعني بهذه العدوى، وبيكون سهل أنه ينقل للناس الثانيين. كيف بينقل للناس؟ عن طريق السعال أو العطس، لما يكون الشخص المصاب عم بيسعل أو بيعطس أو بتحدث عن قرب معه، هذا ممكن إنه ننصاب إحنا بهذا الفيروس. ليش؟ لأنه بنتقل عن طريق الرذاذ، يعني خلال العطس والسعال بيطلع الرذاذ من السعال والعطس، صحيح، فهذا بالهواء، فهذا إحنا نستنشقه. وأحيانا كمان عند ملامسة الأسطح الملوثة يعني بالفيروس، يعني أحيانا مثلا سطح الطاولة، أحيانا الكمبيوترات، الماوسات، اللابتوبات، فتلاقي شخص مصاب عطس أو كح، فإحنا نيجي نحط إيدنا نلامس السطح، وبعدين نحط إيدنا على العين أو على الفم أو الأنف، بنتقل من الفيروس، لأنه زي ما حكيت لك هو حدوة سريعة تنتقل من شخص لآخر. ممتاز. لكن كيف ممكن الوقاية من هاي الإنفلونزا؟ صحيح، أهم شيء يعني الحجر الأساسي في الوقاية هو إنه نأخذ اللقاح الإنفلونزا كل سنة. لأنه ليش؟ لأنه هذا اللقاح يؤمن الحماية ضد الفيروسات الشائعة. نعم. ثانياً، كيف ممكن الوقاية منها؟ لما يعطس الإنسان المصاب أو بيصير عنده سعال أو كحة، صحيح يجب استخدام المنديل، وثم التخلص من هاي المناديل، يعني يجب تغطية الأنف والفم أثناء العطاس. نعم. شغلة مهمة جدا كمان غسل الإيدين وتعقيمها، هاي قضية مهمة جدا في الوقاية من الإنفلونزا. وشغلة مهمة جدا كمان إنه إحنا ننظف ونعقم الأسطح والأدوات اللي بيستخدمها الشخص المصاب. صحيح.
وهذا الحكي كله كمان بيخلي ايش؟ بيشد من الانتشار، كمان الشخص المصاب من طرق الوقاية من الانفلونزا انه يلتزم في منزله في بيته، يعني ما يروح على الشغل ولا على الدوام ولا على الاماكن المزدحمه، ولا اذا كان طفل ولا على المدرسه، لانه هذا كمان بيخفف من انتشار الفيروس وهو من طرق الوقاية من الانفلونزا. ممتاز. دكتور مازن، في كثير من الناس تسال عن ليش لازم ناخذ تطعيم الانفلونزا كل سنه؟ في يقول لك انا اخذته السنه اللي طافت ما في داعي اخذه، واللي يقول لك انا اخذته ويتني الانفلونزا. فنوضح هالفكره ان ليش لازم ناخذه كل سنه، وان ليش لما الناس تاخذه لا تزال تجيهم بعض اعراض الانفلونزا. مثل ما تعرف دكتور ندى انه اللقاح بيحتوي على فيروسات ميته غير فعاله. هاي الفيروسات الميته قادره على تهيئه الجسم لتوفير المناعة ضد المرض خلال مدة تصل إلى أسبوعين. يعني من أول يوم نأخذ اللقاح لحد غاية أسبوعين ماكسيموم بيقوم الجسم ببناء أجسام مضادة للحماية من الفيروسات اللي تتوجد في اللقاح. الصحيح ليش لازم نأخذه سنويا؟ لأنه يتم تحديث اللقاح، لقاح الإنفلونزا سنويا لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض كل عام. ليش؟ في خاصية عند الفيروس بيغير من نفسه. دائما منظمة الصحة العالمية بتوفر اللقاح سنوي بيكون في حماية على الفيروسات الشائعة بهاي السنة. فمشان هيك احنا لازم كل سنة ناخذ اللقاح، لأنه في تجديد للأنواع الفيروسات اللي مكونة لهذا اللقاح اللي بيحتوي على الفيروسات الميتة. ممتاز ممتاز. طبعا زمان نعرف احنا انه هذا اللقاح دكتور ندى بيساهم في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض وبيقلل من نقل العدوى لنا وللمجتمع بشكل عام. هلا انت بتساليني متى احسن وقت انه ناخذ اللقاح؟ الصحيح احسن وقت انه ناخذ اللقاح بين شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، يعني بين شهر 9 و10. اللي هي قبل حلول موسم الشتاء. ويمكن تساليني كمان كم عدد جرعات يعني قديش لازم ياخذ الواحد؟ الصحيح بالنسبه للبالغين عندنا بس جرعه واحده سنويا، لكن الاطفال تحت التسع سنوات لازم، وإذا ما كانش ماخذ سابقا يجب أن يأخذ جرعتين من لقاح الإنفلونزا، وبيناتهم بيكون 4 أسابيع. ممتاز. هذا بالنسبة للأطفال تحت أي عمر؟ 9 سنوات. يعني إذا الأم جابت طفلها عمر 9 سنوات قالت يا دكتور بدي ألقحه ضد الإنفلونزا، نسألها أخذوا قبل؟ إذا قالت لا هون لازم يأخذ جرعتين وبيناتهم 4 أسابيع. ممتاز. إذا كان ماخذه سابقا العام الماضي ما يحتاج إلا لجرعة واحدة. ممتاز. هلا في ناس يمكن يسألوا طيب يعني هذا اللقاح آمن؟ طبعا آمن، ويحظى بسجل ناجح من السلامة والفعالية. ليش؟ لأنه تم إعطاؤه لملايين الأشخاص عبر 50 سنة الماضية، ولا شك أن منظمة الصحة العالمية بتجري العديد من البحوث وتعمل دراسات علمية تدعم سلامة اللقاح ومأمونيته. لذلك اللقاح آمن 100%، وخاصة للحوامل. إحنا منشجع الحوامل إنه يأخذوا اللقاح. ليش؟ لأنه هذا موضوع مهم جدا. الحامل إذا انصابت خاصة في بعد الأسبوع 30 من الحمل بتكون حقيقة أكثر خطورة في الإنفلونزا. لذلك هي هدفين، إنه إحنا بنحميها من الإنفلونزا، 2 نحمي طفلها اللي راح تولده من الإصابة من الإنفلونزا. ليش؟ لأنه اللقاح حيبعث أجسام مضادة إلى الجنين. فمنظمة الصحة العالمية دكتورة ندى مثل ما إحنا بنعرف هي قالت إنه اللقاح من 6 أشهر فما فوق. نعم. طيب هذول البيبيات اللي عمرهم تحت 6 أشهر شو نسوي فيهم؟ اللقاح للأم أثناء الحمل، لأنه لما نعطيها اللقاح للأم أثناء الحمل حميناها هي، حمينا جنينها أو البيبي تبعها خلال 6 أشهر الأولى من الولادة. ممتاز. في الحمل تأخذ في أي شهر دكتور مازن نذكر الأمهات؟ أبداً، من أول يوم بالحمل. ممتاز. ما في، هو لقاح آمن، لأنه ليش آمن؟ لأنه فيروسات ميتة مش فعالي، فبالتالي ما بيعمل أي مضاعفات عند الست الحامل. وإحنا نشجع الست الحامل من أول يوم بالحمل لحد يعني أي وقت بدها تأخذ، ما في أي مشكلة، بس يفضل من البداية إنها تأخذه يعني. نعم. حتى يعطيها الحماية إلها، وزي ما حكينا الحماية لجنينها. ممتاز.
هلا ممكن تساليني انه مين هي الفئات اللي لازم احنا نعطيهم المطعوم؟ مين هي الفئات العمريه؟ نعم. هلا انا بشجع الجميع بالنسبه لي، لكن بنشجع الاطفال تحت السن الخامسه، بنشجع البالغين اللي بزيد عليهم عن 65 سنه، نعم، وبنشجع الحوامل والنساء بعد الولاده باسبوعين كمان انهم ياخذوا المطعوم، وبنشجع المصابون بضعف المناعه والمصابون بالامراض المزمنه مثل الغبو، امراض القلب، السكري، الكليه، الكبد. كمان بنشجع اللي عندهم سم المفرطه. يعني شو بقصد بالسم المفرطه؟ انه البي ام اي مؤشر الكتله العضليه عندهم اكثر من 40، هذول لازم مانديتوري ياخذوا مطعوم الانفلونزا. ممتاز. في رسالة أخيرة حابة توجهها دكتور مازن لمستمعينا بخصوص الإنفلونزا؟ طبعا صحيح، يعني زي ما قلنا لكم، يعني أنا بنصح المصاب بالإنفلونزا بالالتزام بالبيت، حقيقة هذا مهم جدا. عدم الخروج إلا ما بعد زوال الحمى ب 24 ساعة. ممتاز. يعني مش والله أنا مصاب ثاني يوم ثالث يوم أروح على المدرسة وأروح على شغلي، لا، لازم أنا أحمي نفسي وأحمي المجتمع اللي حولي. صحيح. حقيقة بعد زوال الحمى 24 ساعة الوضع بيكون كويس. وبنصح كمان المصابين بالإنفلونزا بشرب السوائل الدافئة، غسل اليدين، تغطية الأنف والفم بالمناديل أثناء السعال والعطس زي ما حكينا، تجنب الأماكن المزدحمة، كل هذا بيقلل من انتشار العدوى، فبالتالي إحنا بنكون على سيف سايد. وزي ما حكيت لك بتعافى معظم المصابين خلال بضع أيام إلى أسبوعين ماكسيمم بدون أي مشاكل وبدون علاج. يعني حتى إذا ما نقول العلاج، معظم الأشخاص اللي بينصابوا بالإنفلونزا بيقدروا يعالجوا نفسهم بأنفسهم. ممتاز ممتاز. عبارة عن راحة، سوائل دافية، يعني أكل صحي. لكن إذا كانت الأعراض شديدة لا سمح الله، والمريض من الفئات اللي حكينا عنها معرض للخطورة، حقيقة هون عليه مراجعة الطبيب بشكل مباشر. طبعا لا شك إذا تسأليني في أدوية إنها للإنفلونزا إذا أثبتت مخبريا، نعم في أدوية اللي نعرفها إحنا اسمها التاميفلو، وهي بتقلل من مدة المرض وبتساعد على منع حدوث المشاكل اللي تؤدي إلى خطورة عالية. ممتاز. إن شاء الله السلامة للجميع يا دكتور ندى. إن شاء الله. شكرا لك دكتور مازن الشراري، اختصاصي طب الأسرة واختصاصي أمراض النساء والولادة بمركز البرش الصحي، هذه المداخلة اليوم بخصوص الإنفلونزا الموسمية، الوقاية واللقاح. شكرا لك دكتور. الله يسلمك. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. حياك الله دكتور. طبعا مثل ما تفضل دكتور مازن عن الإنفلونزا وأهميتها، وما نبغى الناس تطلع وايد إشاعات، ويا جماعة دائما احنا نقول لا تسمعون لهذه الإشاعات. في ناس ما أخذت التطعيم ليش؟ والله سمعنا أنا مو زين. زين منو اللي قال مو زين؟ هذا اللي قال مو زين اللي طلع الإشاعات يقول لا مو زين لا تأخذونه، ما ينفع، يضر عيالكم، يأثر على مناعة عيالكم. هذا كله كلام مغلوط، خذوا الكلام من الأخصائيين فقط. أما جارتي قالت لي، بنت خالة يدتي قالت لي، والله يدتي قالت يوم خذتها ما أدري تعبت زيادة، هذا كلام كله غير صحيح. ممكن في ناس تأخذ تطعيمها، وفي واحدة مرة قالت لي دكتورة أنا ما بعطي عيالي ليش؟ عطيتهم السنة اللي طافت بعد يومين جتهم حرارة. أولاً كل التطعيمات معروف أنه ممكن يصاحبها حرارة خفيفة حسب الشخص، في تطعيمات معروفة تسبب حرارة لكن الأطفال ما تيهم، فاعتمد على جسم الشخص. رقم اثنين، ممكن اصلا الطفل يطلع عدوى فيروسيه اخرى بعد التطعيم، فلا تربطون المواضيع ببعض يا جماعه، عشان ما نحرم عيالنا ونحرم نفسنا من تطعيم ممتاز نفس هذا يخفف علينا اعراض الانفلونزا، بسبب ان احنا توقعنا الربط بين مرضين مختلفين او بين تطعيم واحد الاعراض. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحه وسعاده. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6005514114، والرسائل النصية على 4006. وأتمنى منكم جميعا أنكم تشاركونا، خصوصا لو عندكم استشارة طبية، معلومة طبية تبون تستفسرون منها، لن خليها لآخر البرنامج لأن يكون صعب جدا نجاوب على السؤال بشكل كافي عشان نعطيكم المعلومة الصحيحة. طبعا
احنا على ابواب عام جديد مثل ما قلنا، ولدينا الكثير من الخطط والاهداف والتوقعات الايجابيه، لازم تكون ايجابيه، التي نتطلع الى تحقيقها، منها ما يتعلق بالجانب الصحي وكيفيه تبني نمط حياه صحي للعيش ضمن حياه اكثر جوده، اكثر صحه واكثر سعاده. بتكلمنا عن هذا الموضوع الاستاذه شيخه الاحبابي، مثقفه صحيه باداره حمايه الصحه العامه. صباحك ورد استاذه شيخه. صباح النور دكتوره، صباح سعادة لجميع المستمعين على الاذاعه. وصباحك اسعد. خبرينا كيف نستعد للعام الجديد من الناحيه الصحيه؟ طبعا اول شيء الانسان اللي يبغى يسوي اي استعدادات او اي اهداف بحطها له شخصيا وخاصه في الصحه، لازم اول شيء يسوي وزن خطوات معينه، يحط له مثل قبل وبعد عشان يكون مثل حافز له، خليه على التراك. صحيح. وثاني شيء يكون واقعي دائما. أنا سمعت الدكتورة تقول يكون واقعيين في الأهداف، وهذا جدا مهم. صح. لا مو مهم إن أكون واقعي، ما أحط يعني ممكن أحط هدف ضخم وكبير وعقب ما أحقق منه شيء وأكتئب نهاية السنة وأقول ما بسوي هدف جديد. بالضبط. فالواحد يعني يكون يعني يأخذ الهدف من جهات مختلفة، يعني يأخذ الهدف كهدف بوصلة، مثلا أنا أبغى أنزل هل كثر من الدهون أو هل كثر من الكيلوات في خلال هالفترة، يعني نعم. تعطي نفسك فترة معينة، يعني تقيس يعني شهور نعم. مثلا، وبعدين تصغرها مثلا كل 3 شهور أنا بشوف من بوصل، إذا مثلا باكل أكل صحي، إذا مثلا أنا بلتزم بأدويتي اللي أخذها بشكل مستمر، يعني في وايد أشياء يعني على حسب الإنسان وعلى حسب شو، يعني مثل ما قلنا يعني يقيم نفسه أول شيء، يعطي نفسه شو بالضبط اللي يحتاجه. صحيح. ونقرر على أهداف بسيطة، ما نحط وايد أهداف ونتشتت فيها، لا نحط مثلا نقول 3 أهداف هي إيجابية اللي أنا بسويها هالسنة. أنا بسوي 3 أهداف مثلا، وعندي هدف واحد أنا بتخلص منه، مثلا عادة سيئة أنا ما أحبها فيه، مثلا أكل المطاعم اللي دائما أكل منه، مثلا التدخين بقلل، بس بقلل بشكل يعني أنت تعرف نفسك، أنا ما أقدر أقول يعني الإنسان قلل بهالكمية، كل إنسان خبير نفسه صح ولا لا؟ صحيح. فلما يكون الإنسان يعني واقعي، يكون صريح مع نفسه، تكون صادق مع نفسك في أول ما أنت ترتب الخطة هاي عشان تمشي عليها صح. ودائما الأهداف أو تحقيق يعني شيء أنت تتواصل لهالسنة لازم يكون يعني قبل هذا كله تخططه بشكل جيد. صحيح. بشكل مدروس. وشكل يناسبك أنت، مو بشرط يناسب الجميع، وما ناخذ أهداف بعض، ما نغش أهداف من بعض والله هو حط هدف أنا بحط نفس الهدف، ممكن هدف ما يكون يناسبني أصلا. هي بالضبط، يعني واحدة بتسوي هذا، لا أنا بسوي نفسها يعني. صح. يمكن أنت غير، يعني لازم الواحد يعني يسوي الشيء له شخصي، يعني يكون جدا يعني، وشيء جدا رائع لما تنجزين الهدف اللي أنت كنت حاطه له، فين أنا شيء صعب علي بس أنا بحاول، وتحاولين تصغرين الأهداف لين توصلين للهدف اللي أنت تبينه، وها إنجاز شخصي، يعني ما مش لازم الناس كلها تعرف عنها، يعني أنتي تستنسين هالشيء لنفسك، الناس تنظرنا أو ترى أنا نزلت هالكثر كيلو بهالسنة، عرفتي؟ صح. دائما الصحة يعني شيء موضوع شخصي للإنسان، وما يستوي يعني ننقل من بعض، ما يستوي نغش من بعض هذا. ما يستوي نغش من بعض. ممتاز. أختي شيخة، تحسين إنه لازم الواحد يتبع أي وسيلة عشان تساعده على أنه يغير، خصوصا من مين اللي احنا دائما نسميه نمط الحياة، ما نقول والله رجيم أو نسميه نمط حياة، لأنه لو واحد أقنع نفسه أن هذا المفروض يكون نمط حياته، أتوقع يكون أفضل، أنه أسهل أنه يعني يلتزم فيه فترة أطول. فشو الخطوات البسيطة مثلا لو واحد يبغى يغير نظام الغذائي مثلا ويلتزم بالرياضة، هل تحسين انه المفروض اول شيء مثلا يشوف اخصائي تغذيه، ولا هو يبتدي من نفسه ويدور يسوي سيرش على الانترنت ويبتدي، ولا افضل يكلم مختص مثلا كم رياضه المفروض يمارسها، كيف يغير نظام الغذائي عشان يكون مثل ما قلنا نمط حياه، فكيف يبتدي؟ هل يشاور حد اول شيء مختص؟
طبعا على حسب الحالة مثل ما قلت، يعني لو حد يحتاج انه يشوف اخصائي تغذية بالعكس احسن، بالعكس الاخصائي بيعطيه نصائح ويمكن مش يعني مش في باله هالنصائح، بالعكس بتعطيه مثل التولز مثل الادوات اللي تساعده انه هو يغير حياته. ثاني شيء الاسلوب الحياة مثل ما قلت هي اهم شيء عندنا، يعني لو تغير شيء واحد يعني في حياتك وايد احسن من وايد تكون رجيم قاسي وبعدين يعني دائما الرجيم القاسي شو يصير بعدين؟ هالشخص خلص الرجيم، خلاص خلصت الرجيم انا باكل كل اللي انا ابغاه. صحيح. فهذا ما ينفع. نستشير حد مختص. نعرف احنا جسمنا شو يحتاج. بالضبط. نسوي تحليل دم اذا كان عندنا نقص معادن، نقص فيتامينات، عندنا يعني نعرف جسمنا شو يحتاج بالضبط. عشان نبتدي صح، بعدين نقدر نقيس عقب 6 شهور او سنه. نسوي نفس التحاليل ونشوف احنا وين وصلنا. صح. هذا او ثاني شيء دائما اذا بيكون روتين لازم تكون جدا واقعي فيه، يعني ما تكون مثل ما بنش الساعه 5 الصبح بسير تمرين وعقب باكل هيلثي وبتمرن 3 مرات في الاسبوع. كل مره واحده لا، الجسم يحتاج تدريجيا انك تغيرينه لين يتعود، لين ياخذ على مثل الموجه يتعود عليها وتكملين، يعني يكون هذا خلاص نمط حياه. صحيح. تشوف انت شو اللي يناسبك، شو اللي يناسب جدولك، تحط جدولك كامل دوامي من الساعه كذا لكذا. انا شو اكل في الدوام؟ هل انا اكل كله فاست فود، كله اطلب من مره، ولا انا اتيك ماي اون لانش بوكس اخذ اكلي؟ فهذا الشيء الانسان يكون واقعي ويحط جدوله، الجدول اللي هو ماشي عليه 20 قبل ويغير من هالجدول شيئين أو 3 عشان يقدر يستمر فيه. بالضبط. ما يغير الجدول يعني 180 درجة، هذا الشيء مو معقول، يعني الإنسان يغير حياته كاملة في ما قد سمعت إن إنسان غير حياته في لحظة 180 درجة، يأخذ تدريجيا، يأخذ خطوات. فالشيء اللي أنا أقدر أنصحكم فيه إنه لازم يكون شيء واقعي ولازم تشوف حد مختص قبل لا تبدأ أي شيء، عشان أنت تكون واعي، ما تكون جاهل في شيء. يعني هالمختص يساعدك في أشياء وايدة، بيكون كل الأدوات لك. لأنه وايد نسمع بعد دكتورة عن الفات دايت، الدايت أو النظام اللي مو صحي، يعني يقول لك مثلا بس كل تفاح بس كل معرفة، هذا سلوك هيلثي، يعني تحتاج مختص إنه يشرح لك هذا كله. محتاج معادن ويحتاج مكونات غذائية، غير عن مثلا الأشياء اللي تطرح مثلا أوقات تكون ترند، يعني تكون الهبة، يعني تكون أحيانا من الهبة. صحيح. أنا شاكرة لك أستاذة الشيخة الأحبابي، مثقفة صحية بإدارة حماية الصحة العامة، هذه المداخلة بخصوص الاستعدادات الصحية للعام الجديد. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. طبعا تشوفون احنا الثيم اللي نتكلم فيه من بداية هذا الأسبوع اللي هو الاستعدادات للعام الجديد. ليش دائما نركز عليه؟ لأن النفس البشرية بالعادة لما توصل لنهاية السنة وتبتدي السنة الجديدة تلاقي أوتوماتيكيا احنا نفكر، كلنا نهاية السنة نفكر نقول أنا شو حققت في السنة وشو أبا أحقق في السنة الجديدة. إذا أنت ميك هذا التفكير يعني في شيء غلط، لازم تقعد هاتوا ورقة وقلم اكتبوا أنا شو حققت وأنا شو أبا أحقق. ممكن نطلع من السنة محققين ولو 1% من الأحلام أو من الأهداف اللي إحنا نبغى نوصلها، وهذا مو شيء عيب وهذا مو شيء غلط. ممكن كان في صعوبات، ممكن كانت ناقصتنا أشياء بحيث ما قدرنا نحققها. الأهم إن إحنا ندش السنة الجديدة بخطة أفضل عشان نحقق أهدافنا، وترى هي فرصة نسوي مثل ما يسمون نغربل، تعبنا في المشخل، يعني نشخل الأهداف اللي عندنا، نحدد شو اللي فعلا نبغى نشله معانا 2020 وشو الأهداف اللي ممكن تترية أو مش مهمة وايد، فنرتب أهدافنا. من تجربة شخصية اكتشفت إن لما واحد يرتب أهدافه ويحدد الأولويات ترى تكون الإنسان يعيش مرتاح أكثر.
يحس انه قادر يحقق اهدافه بطريقه افضل. وترى هذا كله ينعكس على صحتكم النفسيه، لان ما في شيء سبب الانسان الاحباط وما يتلي الاحباط ما يتبع الاحباط من اصابه بالضغط والسكر وغيره، وغير الاكتئاب نفسه اللي يدخل في دوامه ادويه الاكتئاب وغيره، مثل لما يحط اهداف ويحس انه مو قادر يوصلها ويحس انه فاشل. ايضا خلي اهداف صحيه لعيالنا، لا ننسى عيالنا ضمن الأهداف ونشاركهم في النقطة، إن ترى الحين سنة جديدة بتبتدي مهما كان عمر الطفل، اشرحوا له ممكن ما يفهم المعلومة كامل، إن 2020 بنبتدي خطة جديدة، مثلا خليهم يتعلمون رياضة جديدة، خليهم يتعلمون هواية جديدة، هذا كله يساعد على النمو العقلي لعيالنا. المواهب اللي نزرعها في عيالنا ترى هي عبارة عن استثمارات راح تعيش معهم إن شاء الله ليما يكبرون. راح أقرأكم الحين الدراسة، دراسة تتكلم عن حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل. أوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، في هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية. وأضاف المركز أن مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبكرة، أي ولادة الطفل حيا قبل استكماله 37 أسبوع من الحمل. ونصح المركز بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين. بخصوص الدراسة، فترة الحمل هي واحدة من الفترات بعد اللي تكثر فيها الإشاعات عن الحريم ما شاء الله، يعني يوميا يوصلني سواء في العيادة أو عن طريق قنوات التواصل توصلني أشياء عجيبة غريبة عن إفتاءات الحريم، هذا ممنوع هذا ممنوع، واحدة قالت لي ممنوع أقص شعري، واحدة قالت لي ممنوع أسوي كل شيء قالوا عنه ممنوع في الحمل. يا جماعة الحمل هو عبارة عن فترة طبيعية جميلة نستانس فيها، المهم فيها إن إحنا ما ناخذ المعلومة الخاطئة في هذه الفترة، يعني ما أسوي شيء عشان والله يارتي أو حد قال لي، وما أمتنع عن فعل شيء لأنه والله بنفس شيء يارتي قالت لي أو قريت في وسائل التواصل، نروح للدكتور ونسأله هل أقدر أسوي أو ما أقدر أسوي. فهذه الدراسة شوفت لكم حتى عن تبييض الأسنان، ليش؟ عشان باكر ما يطلع إشاعة تقول والله قالوا إن تبييض الأسنان يسوي سرطان للطفل، عادي أنا أسمع باكر هالإشاعات. الفكرة إنه تبييض الأسنان في الفترة الأخيرة من الحمل اللي يكون يسبب تهيج في اللثة، التهاب في اللثة، وممكن يسوي التهاب في الأنسجة الداعمة للضرس. فشو بيستوي هذا الألم في هذه الفترة الحرجة؟ ممكن يكون صعب على طبيب الأسنان أنه يعالجها، لأن طبعا تكون يعني الحرمة حامل وصعب أنه يسوي لها تخدير وقلع وغيره. هذا الألم اللي ينتج عن التهاب الأسنان أو التهاب اللثة ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة. عرفنا الحين كيف من تبييض الأسنان، مو بالتبييض نفسه ممكن يروح للطفل يسوي له تشوهات خلقية وهذا كله، لا إنه يسوي التهابات. فنشجع كل النساء الحوامل إنهما ما يسوون تبييض أسنان خلال الحمل، وأصلا خلال الحمل بسبب التغيرات الهرمونية أنا بالعادة أنصح النساء إنه ما يسوي ولا شيء من هالأشياء، حتى مثلا الليزر وغيره وغيره، لأن التغيرات الهرمونية ترى تأثر في استقبال الجسم لهالأشياء، عرفتوا؟ وغير هذا إذا أنت عندك مخاطر إصابة بولادة مبكرة من قبل يفضل حتى ما تسوي الليزر في الحمل، لأنه ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة، مو بالليزر نفسه، الألم الناتج عن الليزر أيضا الألم أحد المحفزات اللي ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. ما نعرف وايد حريم مثلا تسمعون إن واحدة مثلا كان عندها انزلقت وتعورت ريلها وراح توقف ولادة مبكرة، ممكن من الطيحة نفسها ممكن من الألم. نسع مثلا أيضا عن الحرمة مثلا كان عندها كحة فترة طويلة صارت في ولادة مبكرة بسبب الكحة، كحت كحة فترة طويلة زاد الضغط في البطن وصارت في ولادة مبكرة. فهذه رسالة لكل النساء انهم خذوا المعلومة الصحيحة، عرفوا ليش ممكن يسوي ولادة مبكرة، لا نخلي المجال مفتوح للإفتاءات وكل معلومات مغلوطة تكون وتسوي رعب ما له داعي. فهذه بخصوص دراستنا اليوم، ما بقى شيء ان شاء الله عن نهاية العام الجديد، انا ان شاء الله بالحياة بشوفكم بعد، بشوفكم إن شاء الله في السنة الجديدة في 2020 إن شاء الله بالحياة.
في ختام برنامج صحة وسعادة اليوم نقول لكم عسى عام 2019 كان عام جميل وإيجابي وسعيد لنا جميعا، وإن شاء الله يكون عام 2020 أفضل وأجمل وأسعد، وننعم فيه في ظل الأمن والأمان وظل شيوخنا الكرام. وأهم شيء نتذكر أن احنا واحدة من العلاجات النفسية الجميلة نعمة الحمد والشكر، لما احنا نحمد رب العالمين على النعمة اللي عندنا ترى يعطيكم راحة نفسية، تكون صحتكم النفسية والجسدية أفضل. الحمد نفسه لما احنا نقول الحمد لله على النعمة اللي عندنا، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الخدمات اللي عندنا، الحمد لله على الخدمات الطبية اللي عندنا متطورة، الحمد لله على نعمة الأدوية، الحمد لله على نعمة المستشفيات. كل هذه النعم لما احنا نحمد الله على هذه النعم يجينا احساس بالرضا، احس ان خلايا جسمنا تكون اسعد وصحيه اكثر. جربوها ان شاء الله، بما ان ممكن نسويها واحده من القرارات الجديده لعام 2020. في نهايه البرنامج اشكر الطاقه الموجود معاي، وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا، ان شاء الله نلقاكم في عام 2020. الى ان القاكم ان شاء الله اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.